كنا من قبل كي نبغوا نشروا عدسه، من اهم الاشياء اللي نحوسوا عليها في العدسه هذه هي ستابيليزاسيون، ولا نقدروا نسموها بالعربيه استقرار الصوره. هذه الايمج ستابيليزيشن تعاون في الصوره، بصح تعاون اكثر في الفيديو. لذلك اليوم رايح نهضر على الستابيليزاسيون في الفيديو. وفي الوقت الحالي ماشي غير العدسه اللي رانا نحوسوا فيها على ستابيليزاسيون، دروك حتى الكاميرا رانا نحوسوا فيها على ستابيليزاسيون اللي يسموها ايبس، ان بادي ايمج ستابيليزيشن. ما لاشتهم الانواع تاع ستابيليزيشن هذه وكيفاش يخدم. اول حاجه كاين بعض الكاميرات اللي فيهم الكترونيك ايمج ستابيليزيشن، ولا كاين اللي يقدر يسميها ديجيتال ستابيليزيشن. هذه كيفاش تخدم؟ تدي الفيديو تاناليزي، تكروبي الفيديو وتحاول تخلي الوسط تاع الفيديو هذاك تخليه ستابل. هذا النوع من ستابيليزيشن حتى اذا ما كانش عندك في الكاميرا تاعك ما يهمش، لانه نفس الخدمه هذه تقدر ديرها بلوجيسيال. كي تروح للبريمير برو مثلا في الايفكت بانل تسيب وورب ستابيلايزر يخدم نفس الخدمه. هذا ديجيتال ستابيليزيشن بالرغم من انه خطرات تمد لك نتيجه خرافيه، الا انه فيها مشاكل. من اهم السلبيات تاعها هو انه راك راح تكروبي، يعني راح تنقص الريزولوشن وبالتالي تنقص الكواليتي. وكذلك راح يدير لك مشكل في الكومبوزيشن. انت دروك مثلا كي راك تصور الفيديو تاعك وما داك تحدد له ستابيليزيشن ماكش عارف شحال يتكروبا، بالتالي راح يصير لك مشكل في الكومبوزيشن. وكذلك من السلبيات تاعها مثلا كي تولي تصور مثلا في اللو لايت وتروح دير ديجيتال ستابيليزيشن ما يكونش عندها معلومات كافيه باش تقدر دير ستابيليزاسيون. ثاني حاجه نهضروا عليها هي لينس ستابيليزيشن. هذه كل شركه كيفاش تسميها، مثلا كانون تبى مسميتها اي اس يعني ايمج ستابيليزيشن، نيكون مسميتها في ار نظن فايبريشن ريدكشن، وكما تامرون مسميتها في سي يعني فايبريشن كومبنسيشن. ومهما اختلفت الاسماء يبقى البرانسيب اللي يستخدموه نفسه. كيفاش تخدم هذه العدسه؟ اللينس يجو فيه عدسات الداخل، كاين عدسه منهم يسموها عدسه مصححه. كي تميل لاباراي ولا هذيك العدسه المصححه تبدل البلاصه تاعها وبالتالي تصحح مسار الاضاءه. وهذيك العدسه كيفاش حتى تعرف الحركه؟ فيها جيروسكوب الداخل في الميكانيزم تاعها هذاك يديتكتي الحركه قبل ما تلتقط الصوره. هذا النوع من ستابيليزيشن فيه ثلاث محاور، يقدر يتحكم في ثلاث محاور. المحاور هذو شتاهما؟ عندك اول حاجه هي التيلت كي تطلع ولا تهبط، ولا عندك البان كي تجبد اغوش ولا ادروات، وعندك كذلك الرول كي تدور الكاميرا على اللاكس تاع الاوبجيكتيف تاعها. هذو كي تكون حركات خفيفه فيهم يقدر اللينس ستابيليزيشن تقدر تتحكم فيهم. هذا النوع من ستابيليزيشن يعاون بزاف، لكن بالرغم من ذلك عنده واحد لي كونسيكونس تاعو. مثلا العدسه اللي يكون فيها ستابيليزيشن راح تكون كبيره على العدسه اللي ما فيهاش. ثاني حاجه السعر، راك راح تلاحظ فرق كبير في السعر ما بين عدسه ستابيليزي وعدسه نون ستابيليزي. وثالث حاجه بعض العدسات اللي فيهم ستابيليزيشن هذو يديروا واحد الحس، يعني ممكن الميكروفون تاعك راح يلتقط هذاك الحس. ثالث نوع من ستابيليزيشن هو ايبس يعني ان بادي ايمج ستابيليزيشن، وهذا النوع من ستابيليزاسيون سوبيريور بزاف على الستابيليزاسيون تاع اللينس. علاه؟ لانه فيه خمس محاور. الخمس محاور هذو شتم هما؟ هما نفس المحاور تاع الساعه اللي هما التيلت والبان والرول، وزيد لهم زوج محاور واحد اخرين تاع الانتقال، يعني كي تتحرك الكاميرا وفق المحور ايغريك ولا على المحور اكس، هذوك راح يليميني ثاني الاهتزاز تاعهم. هذا النوع الثالث من ستابيليزيشن شباب بزاف، خاصة في الصور. لكن في الفيديو عنده واحد المشكل، كي تستخدم وايد انجل لينس راك راح تلاحظ بعض الاهتزاز في الاطراف، يعني في الاطراف تاع الاطار تاعك راك راح تلاحظ واحد الاهتزاز. كيفاش تعالج المشكل هذا؟ هو انك تكروبي شويه. وهنا رجعنا لنفس المشكل تاع النوع الاول من ستابيليزيشن، لكن هنايا الكروب هذا راك عارف شحال راح يكون، يعني مش راح يصير لك مشكل في الكومبوزيشن. وزيد على ذلك انه المشكل اللي صرا غير في الوايد انجل لينس، رانا نقولوا يعني 16 ملم في الفول فريم وهبط، 16 ملم 12 ملم 10 ملم. كان هذا فيديو خفيف على انواع تاع ستابيليزيشن. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة ودير لايك على الفيديو. كان معكم هني إبراهيم، سلام.